Merci à vous et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Allah ينصر سيدنا. السبال الكبير حرك. سؤال: ما هو تاريخ مشاركات المنتخب المغربي بكأس العالم؟ إجابتي على هذا السؤال ابقوا معي حتى الأخير. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. أهل المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم 5 مرات في تاريخه، وكان ذلك سنة 1970 و 1986 و 1994 و 1998 و 2018، وكان أسوأ مشاركة له سنة 1994 حيث لم يحرز الناخب عبد الله بليندا أي نقطة من المباريات الثلاث في مرحلة المجموعات، بينما أحسن مشاركة كانت سنة 1986 حيث اجتاز الناخب البرازيلي المغربي مهدي فاريا مرحلة المجموعات وأقصية في مرحلة الثمن على يد منتخب ألمانيا الغربية. وتبقى مشاركة 1986 هي الدورة الوحيدة التي استطاع فيها المغرب المرور إلى الدور الثاني. دورة 1998 هي الأخرى كانت مشرفة للمغرب، وكاد الناخب الفرنسي هنري ميشيل أن يمر للدور الثاني لولا مؤامرة البرازيليين ينافس رفاق أشرف حكيمي منتخب الكونغو على بطاقة التأهل لنهائي قطر. التأهل ممكن لكن سيكون صعب، صعب لكون فريق الكونغو ليس بالفريق الهين بدليل أنه احتل المرتبة الأولى في مجموعته، كذلك صعب لكون المدرب كوبر من أحسن المدربين في القارة الإفريقية حاليا، وهو المدرب الذي استطاع أن يوصل منتخب الفراعنة لنهائي كأس العالم بعدما عجزوا عن تحقيق ذلك لمدة 90 سنة. شارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2 مرات فقط في تاريخه، المرة الأولى كانت سنة 1934 والمرة الثانية سنة 2018 مع كوبر. المنتخب المغربي اصطدم بالكونغو الديمقراطية في 14 مناسبة والغلب فيها لأسود الأطلس. الفريق الوطني انتصر في 4 مباريات وتعادل في 7 مناسبات مقابل 3 انتصارات للفهود. إذن يا ترى من سيحسم موقعة الذهاب لملعب الشهداء في كينشاسا؟ أتمنى أن تعطونا آراءكم في التعليقات. يا ترى من سيكون الفائز في مباراة اليوم؟ وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله. T'es sûr que c'est un Kimi? Hakimi! Say! 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 Say!